تيراني. سيدي طمني شو الوضع؟ مع الأسف مو تمام. الانفجار تسبب بضرر أكبر من يلي تخيلناه، والآليات ما بتتصلح، والمنظر عن قريب بيخوف. والذخيرة شو وضعها؟ سلاح؟ رصاص؟ ما لقينا شيء مفيد أبداً. في رشاشين بس موجودين على الآلية، بس الظاهر إنه مستحيل تتحرك هلأ. معناتها الذخيرة هي المشكلة. شو رح نساوي هلأ؟ سيدي القيادة ما فيها تبعد دعم. شو القصة؟ لسوء الحظ هذا الشيء بده وقت كتير. إذا صار هجمة تانية شلون بدنا نواجههم؟ مهمتنا إنه نحافظ على سلامة المدنيين، وهذا الموضوع هو الأساس هلأ. بأمرك سيدي، نحن جاهزين. ارتاحوا واستنوا التعليمات. أمرك سيدي. يا جيت. تحت أمرك سيدي. المرة تبع القنبلة في أي خبر عنها؟ أي أثر أو إشارة؟ أبدا سيدي. روح ارتاح هلأ. شكرا. لشو عم تضحك يا حصان؟ شو ما عم بضحك؟ ما عم بضحك بنوب. اليوم بلعنا رمل كتير وسعلت مشان ننظف حلقي شوي. بجوز لما سعلت فكرتني حضرتك عم بضحك. يعني معقولة سيدي؟ أنا شلون بهذا الوضع بدي أضحك وشايف سيادتك يعني بتعرف؟ طيب ماشي، وأنا صدقتك. ارتاح هلا، بس خليك جاهز على الندهة. أمرك سيدي مفهوم. أوكان، ريح حالك شوي. شكراً سيدي. المرة تبع القنبلة في خبر عنها؟